معلش عمليه مفصل ركبه. عمليه المفصل والركبه يا دكتور. تمام. دلوقتي ركبه بقالها خمس شهور العمليه. وانا بمشي يعني بمشي كويس. بس عندي حاجه بتقلمني وانا ماشيه او اجي انام الركبه بتوجعني. الركبه مش المفصل. هما الاثنين متغيرين. واخد بال حضرتك؟ وعندي ورم يروح ويجي في الركبة، في الرجل اللي فيها العملية والرجل التانية اليمين، يعني اللي ما فيهاش حاجة. الورم بيجيلك في الركبتين؟ والورم بيجيني في الركبتين يا أستاذة إيمان. قولي لي إيمان على طول حافي يا حبيبتي، في الركبتين نفسهم. أنا زي ماما يا قلبي. طيب خلاص يبقى تقولي لي إيمان. ربنا يخليك. في الركبتين بيجيلك الورم من الأمام ولا من الخلف ولا من الجنب؟ الورم بيجيني من تحت الركبة يا إيمان. من أنا؟ من هنا، من هنا زي ما انا بشاور. من تحت الركبه، من تحت الركبه. طيب. في السمانه، في السمانه نفسها. اوكي. طيب عايز اسال اي سؤال يا دكتور؟ لا هو كده بالنسبه لي واضح. تمام. تابعينا يا حاجه فاديه. شكرا. اتفضلي. هو طبعا انه هي كويس قوي انها ذكرت ان هو في الاثنين الورم طبعا. في الرجل الاثنين، لانه لو في العمليه كنا احنا هنحاول نرجعها للجراح تاني. ولكن في ظهور العرض في كلتا الرجلين، معنى ذلك انه في خطا في النظام في الجسم، وممكن يكون ده له علاقه بارتفاع اليوريك اسيد احتمال، او ممكن يكون ظهور بعض الإديمة او الورم المائي او الرشح الخلوي بمعنى اصح، لاسباب اخرى تتعلق بضغطها او السكر او اي مرض مزمن. تنصحها تعمل كبير. ايه طبيعي؟ طبعا لازم تزور الطبيب العام، ودي هيبتدي يعمل التشخيص الخاص بي، لان هذا المكان ليس مسؤول عن طبيب او جراح العظم. انا يعني طبيب تخصصه ايه؟ الطبيب العام الانترنال ميديسن او الباطني. الطبيب الباطني. احنا عندنا في مصر ما عندناش طبيب عام. دي انا قاعده يعني ايه يعني اسمه ايه؟ الطبيب الباطني. الطبيب الباطني تروحي وتشوفي ايه سبب. لانه واضح يعني واضح الشكوى، والشكوى طبعا هو نتيجه انها تكون في عمليه، فانت بتفتكر الاول انه العمليه طبعا حقك، ولكن برضو العرض بينفي الموضوع ده. نعم.